الله يعطيكم العافية جميعا، برحب بالجميع. الله يعافيك الدكتور. اليوم إن شاء الله رب العالمين سكروا المايكات أو أنا راح أعمل من عندي مشان طيب. مثل ما بتعرفوا المحاضرات اللي حكينا عنها، وراح يكون في عندنا محاضرة دائما محاضرة تفاعلية بأول يوم كل يوم اثنين. تم تنزيل محاضرتين، ورتم تنزيل محاضرة أخرى اللي هي تكملة وإعادة مراجعة للي تم شرحه بسلايدات مختلفة شوي، بجزئية أنا ما كنت مكملها بالشرح الأول ونزلتها، وكمان نزلت على المنصة والآن هي جاهزة، تستطيع شغلات بسيطة تم إضافتها، تستطيع أنه أنت تشوفها ونحكي فيها. الآن راح أفتح باب الأسئلة للي طبعا تمت الرد على جميع الاستفسارات على المنصة، تم الإجابة، وللطلاب اللي في عندهم محاضرات سابقة بغيريكو تم كمان الشرح لهم بالأسئلة اللي كانوا بدهم يسألوها. طيب حسام، خليني يعطيك العافية دكتور. خليني حسام تفضل. والله بدي أسأل بس التشابتر اللي احنا بناخده نعم. حاليا في الغازات وإله دخل بالثيرموديناميك الكيماوي؟ لا، التشابتر اللي بعده لا، ما له دخل، يعني ما له دخل في الانثال بالانتروبي لا لا. بدي احكي لكم شغله مشان ترتاحوا ولا تسبقوش الحدث. انا نزلت وعملت لها انببلش، لا تروح على الفايلز وتسبق الحدث تشوف شو اللي بدك تاخذه لقدام. انا بنزل الفايلز بصير عندك كونفيوز وبصير في عندك خلل. انت لما بتفوت على الكيمياء 102 روح على المودولز او كل الوحدات اللي فوق اللي هي لايف سيشنز او المحاضره المباشره، بتلاقي شو الدكتور طارق منزل. انا ضمنيا بمحاضرتك اليوم منزل عندي على المنصه محاضره اللي هو الشابتر 6 اللي هو كشابتر، وحاطه ان ببلش على المودولز. اذا بتدخل على الفايل راح تلاقيه موجود جوا، بقدر اعمل له كمان ان ببلش. نصيحه، لا عمرك تروح على الفايلز باي ماده من المواد، لانه راح يصير في عندك خلل وتخربط. هاي واحد بس ما له دخل يا حسام. وصل تمام، الله يسلمك، شكرا دكتور حبيبي. طيب معتصم تفضل. يعطيك العافيه دكتور. عافيك. شغلبك سكشن 5.3 الاكسرسايز، السؤال خليك معي، خبرتنا عنه، خليك معي عشان افتح من عندي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني افتح الشابتر، انا كنت فاتحه. محمد خير، سكرني المايك تاعك إذا سمحت. سكرني المايك تاعك إذا سمحت. خلاص تمام، مروح من الجامعة. طيب خلينا معتصم، خليك معي. معك دكتور. بدي أعمل شير وتحكي لي دقيقة. تمام إن شاء الله. يلا شوف لي هون. هذا السؤال ولا دكتور؟ طيب اروح امشي. هذا جوابه 696. ممتاز، احسنت. هذا ايوه هذا دكتور. شو ماله يا معتصم دكتور؟ انت خبرتنا انه ممكن انت تحله، بدك تحول من سيليسيوس لكلفن ورجع تحولها لسيليسيوس. تمام، احسنت. او قلت لنا ممكن انك تحلها بسيليسيوس تزبط، بس قلت لنا ما جربت. لا لا انسى، قلت لنا ما بعرف، قلت لنا مش انسى. المهم انا حليته في الطريقتين وطلعت بالحالتين جواب بيختلف. لا اسمعني، لا لا بدي اعطيكم شغله حطوها تماما.
عمرك لا تستخدم قانون الغازات ما لم انك تحول درجه الحراره لكلفن، عدا ذلك الاجابه بتطلع عندك غلط. لانه على سبيل المثال، من هو اللي يسكر لي مايك اللي قاعد بيعمل لي صوت اذا سمحتوا؟ طيب الان يا معتصم، افرض اني انا اعطيتك درجه الحراره صفر، معناته بدك تقسم البسط على صفر، مزبوط؟ مزبوط. بزبط؟ هذا غلط. ايوه لا غلط. اخذها قاعده دائما، يتم تحويل درجه الحراره الى كلفن. انا حليته وحولت حولت ال 27 لكلفن، كملت السؤال طلع معي بالكلفن، حولته لسلسيوس طلعت معي 696. بي 1 في 1 على تي 1 تساوي بي 2 في 2 على في 2 على تي 2. احسنت. بس دكتور انا حليت زي هيك لان تطلع 300 كلفن، تمام؟ وكملت حل طلع معي جواب ثاني برضه. لا اسمعني شو بتعمل، طلع بالسالب، طلع 92 كلفن. اسمع تستشريك معي؟ معك دكتور. الان السبعة انا قاعد بحل انا وياك، ال 27 زائد 273 طلعت الحراره 300، ماشي؟ 300 مزبوط. طيب الان بدي اقسم بي 1 على في 1. خليك معي. بي 1 في بي 1 في 1 يعني 121 ضرب 1.05 وتساوي تقسيم 300. مزبوط. ليش مش تي 1 دكتور؟ تي 1 اللي 300. تي 2 تطلع 300 ولا لا؟ كيف التي 2 300؟ كيف التي 2 300؟ هسه درجة الحرارة اعطانا اياها اول شيء. شو هاي؟ اللي هو اللي بيسالنا عنها اللي هي تي 1 مزبوط؟ اللي بيسال عن تي 1. لا امبارح ترى طالب نفس الشيء حكاني معتصم، انت لما بتشوف بدايه السؤال اتوت تمبرتشر يعني مش قصده تي 1. اقول لك اعطيك تك السؤال، قلت لك عندك 121 مل اوف سي او 2 ات 27 اند كذا فوليوم اوف كذا، وات از ذا تمبرتشر؟ شو بتعتبر التمبرتشر؟ 2 تي 2 نفس الشيء هون اتوت تمبرتشر، بس انا معطيك معطيات ال 121 وال 27 وال 1.05 كلها هذول ال 1 1 1 صح. حله راح يطلع معك تماما مزبوط. انا اعتمدت انه 300 كلفن هي تي 2 عشان هيك طلع معي جواب بختلف. لا لا بس لازم اعتمدها تي 1 بيطلع جواب صحيح. مشان هيك بنفوت المحاضره مشان توصل. وصلتك يا معتصم؟ وصلت دكتور، شكرا، مشكور جدا حبيبي. دقيقه خلينا نشوف شو الناس كاتبين هون. بس دكتور عندي مداخله على السؤال بعد اذنك. على طول تفضل. لازم تحوله للتر يعني 121 لا 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 لا، لانه ال 121 وال 293 ملي لتر مع ملي لتر بروحن، انسى الموضوع. حولت بيطلع جواب، ما حولتش بيطلع الجواب نفسه. بدك تحولهم الاثنين. بس اذا تحول دكتور هذا شو بتقول؟ اذا بدك تحول بتحول. بس اسمعوني انا بدي اعطيك الصافي، لا تحول الا درجه الحراره بس. مزبوط. تم تمام تمام صحيح دكتور. طيب في حدا حل سؤال الحنفيه اللي على دالتون؟ يا ايه استني علي، الهيليوم قصدهم. طيب دكتور اذا في اسس لازم احول وحدات لانه بيختلف الجواب. الاسس يا يحيى حكيت لك فقط حول درجه الحراره الى كلفن. طيب على الرابط والله ايش اليوم بس فتح معي ممكن استفسار بسيط راح اشوف اسمها. مفيش المحاضرات يا آية، المحاضرات احنا بننزل محاضرات اثنين اربعاء محاضرات مسجلة، وكل يوم اثنين بننزل على نفس موعد المحاضرة، يتم مناقشة المحاضرات زي ما زملائك قاعدين بيسألوا بالشيء اللي تم سابق، وبالإضافة انه انا بنفس الاسبوع بنزل كمان محاضرة. يعني بدي اعتبر انا انه محاضرة الغازات اللي نزلت رقم ثلاثة اللي هي كأنها عن محاضرة اليوم، ويوم الأربعاء اللي سأل قبل شوي اللي هو راح ينزل تشابتر الثيرموكيمستري وتنزل عليه محاضرة. فالآن أنا عملت لكم إضافة كلكم والناس كلها موجودة هون، وما بلقى رابط على اللايف سيشن. لا أنت بتكوني بجوز أنت مش عندي بالشعبة هون، لازم يتم إضافتك إذا أنه أنت رسميا عندي هون. خليكي معي يا آية أشوف أنه أنت عندي رسميا هسه بجاوبك. خليني ياسمين، هاي المحاضرة بتنزل مسجلة بإذن الله رب العالمين. بروح على 5.5 اصبر علي. المحاضرة نعم تسجل، وهي المحاضرة التفاعلية نعم. ف
في احمد السفاسفه بيحكي انه على اليوتيوب بتقدروا تروحوا تشوفوا. طيب خليني مبدئيا اذا سمحتوا بسم الله الرحمن الرحيم اشوف ايه. اطلع معي اطلع معي احكي. يعطيك العافيه دكتور. العافيه، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب دكتور انا اللي عم بسال عن السؤال اللي بسكشن خمسة عن هذا سؤال الحنفية اللي بيكون طيب. على كل الطريق تكرمي استني علي تكرمي بس سؤالي انت نازل نازل الشعبة هاي على المنصة عندك؟ نازلة. خلاص معناته تقدري تدخلي. تمام. طيب خليكي معي دكتور. يعطيك العافية. يعافيكي. بس أنا اللي سألت عن المحاضرات. المحاضرات اللي مين معي مين معي؟ آية. طيب المحاضرات أنت عندك نازلة على المنصة الشعبي صح؟ نازلة على طيب. المنصة. بتروح على المودولز الآن في عندنا محاضرات مسجلة، محاضرات 2-4 الأسبوع هذا مثلاً مسجل، الأسبوع الماضي نزلنا، اليوم طلعت الناس معي لايف مشان يسألوا بالمحاضرتين اللي راحن، بالإضافة إنه الأسبوع هذا بنزل محاضرتين. شو هن المحاضرتين؟ الغازات اللي نزلتها رقم 3 وراح ينزل بكرة إن شاء الله رب العالمين شابتر الثيربو كيمستري بمحاضرة مشان الأسبوع اللي بعده نسأل إن شاء الله بإذن الله. طيب خليكم معي دكتور ممكن أحكي شغلة؟ دقيقة بس والله بديش الكمبيوتر يطفي. خلنا نعمل هيك مشان ما يصيرش عندي بالكمبيوتر خلل إن شاء الله ما بصير إشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس أكبر هون. يلا اللي بدي يسأل يسألني مشان أروح على السؤال اللي سألت عنه آية كمان. تفضل دكتور. أنا بالنسبة للمحاضرتين الأولى والثانية ما قدرش أحضرهم لأنه كان عندي ظرف، بينفع إني إذا لقيت إشي ما عرفتوش أسأل على طول على طول بخدمتك أنا على طول. شكرا لك دكتور حبيبي. طيب وقفوا لي شوية جماعة بدأش بأخذ حضور وغياب وكذا مجدلين. وقفوا لي الآن بديش تكتبوا لي على الشات إلا إشي بخص نسوي لي الحضور والغياب يعني أقول إن شاء الله الناس بتحضر وإن شاء الله الناس ما بتحضر استفاد. يعطيك العافية دكتور. يعافيك. معطس المشايخ أنا. في كمان سؤال والله دكتور إذا فيها مجال اللي هو بسكشن 5.4. خليك 5.4 خليك معي مشان أروح لآية اللي بتهيها معك. خليك معي. بسم الله الرحمن الرحيم. سكشن ها. طيب ها وين خلينا هذا؟ انا على هذا بحكي. ممتاز. شو ماله يعني برضو حليته وصل لي جواب ثاني ما بعرف ليش. اطلع علي الان بده هاو ماني جرام ومعطيك 2.5 لتر ومعطيك اس تي بي. شو معنات ستاندرد تمبرشر ابرشر؟ شو معنات اس تي بي؟ قديش درجه الحراره؟ أنا درجة الحرارة اللي هي 0 سلسيوس و1 تي ام. أحسنت للضغط. أحسنت. على أي قانون بتحله؟ على ال V تساوي N R T على B. أحسنت. طيب طلعت عدد المولات صح؟ عدد المولات طلعنا اللي هو عن طريق شو اسمه تضرب على من شو اسمه من القانون نفسه بتطلع مظبوط. B V يساوي N R T ومنها ال N تساوي B V على R T مظبوط؟ مظبوط. طلعت عدد المولات بده جرام. لما بطلع عدد مولات كيف بدي اطلع جرام بالكيمياء 101؟ على الماس تساوي المولر ماس في عدد المولات. عيد لي خليني اسمعك مره. الماس ماس تساوي مولر ماس في عدد المولات. احسنت. طيب اللي طلع معك عدد المولات اضرب المولر ماس تاع الاكسجين الاو 2 اللي هو 16 ضرب 2 لانه او 2 32 جزء هاي اللي راحت عني يعني. اضربها راح يطلع معك. ضربته 16. لا دير بالك وانتبه. وصل؟ وصل دكتور مشكور. غلطتك الله يرضى عليك. طيب خليني اروح لعند اللي آية حكت عنه والناس انا بعرفها. هذا السؤال يا جماعة هذا السؤال انتبه عليه كل الشعب سألتني عنه. هذا السؤال بنحل بطريقتين، بدي احل لك الطريقة الاولى وبدي احل لك الطريقة الثانية وافهمك شو بدنا نعمل. عندك الان انت غاز هيليوم على الجهتين يمين وشمال. عندك السيستم الموجود في فالف محبس مسكر، في عندك على الشمال 2 اتموسفير و9 وفي عندك على اليمين 3 اتموسفير و3. طيب الان شو بحكي لي؟
بعد ما فتحت المحبس قديش صار الضغط الجديد، قديش صار الضغط الجديد، لأنه اختلف الآن الضغط. بقدرش أقول 2 زائد 3 5 يا دكتور وخلص، لا، اطلع علي شو بعمل. في عندي طريقتين، بدي أجي لك على الطريقة الأولى. بفصل كل غاز على حدة، شوفوا شو بدي أكتب. باجي الآن أنا، بسم الله، باجي على الغاز اللي هو على الشمال اللي هو 2.9، شو بعمل؟ اطلعوا شو بكتب. باجي بحل على سؤال، بقول B1 يساوي B2 على الشمالها، بدي أعمل كل واحد على حدة. باجي على الشمال، البي 1 تاعه 2 ضرب والفي تاعه 9 ويساوي البي 2 مجهول. ليش البي 2 مجهول؟ ما لهوش بي 2، لكن ضرب الفي 2 لما خلطتن مع بعض قديش صار الحجم الجديد؟ واحد يجاوبني. نزيد الثلاث على التسعة. 12 دكتور. نعم 12 لأنه إحنا خلطناهن مع بعض، هاي في 12، معناته صارت عندي البي 2 تساوي 18 على 12، بطلع معي 1.5 أتموسفير. هاي أول واحدة الجهة الشمال. باجي على الجهة اليمين، الجهة اليمين خليني أحلها هون، B1 V1 يساوي B2 V2. الآن صار B1 للي على اليمين 3 ضرب 3 يساوي B2 ضرب برضو 12، وبالتالي B2 تساوي 0.75 أتموسفير. طلعت هذا لحاله، طلعت هذا لحاله. الآن البي اللي بده إياها تساوي 1.5 زائد 0.75 ويساوي 22.25 أتموسفير، وبنحل السؤال بهاي الطريقة. هاي بس الطريقة ثانية، هاي أول طريقة وصلت يا جماعة؟ في عنده خلل فيها؟ لا لا وصلت. تمام دكتور، بس هسه نعتبر أنه الجهتين B1 V1 صح؟ عشان ما نخربط. أيوة بالضبط. هسه أنا دكتور خليته نفس، مش نفسك بس طريقة ثانية، بس طلع معي نفس الجواب اللي هي أنا عارف شو عملتي، اللي هو عدد المولات. أحسنتي، هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية يا جماعة اللي زميلتكم بتحكي عنها، باجي اللي على الشمال ها، وباجي بقول بي في يساوي ان في ار في تي. من هون باجي بحكي ان تساوي بي في على ار في تي، بطلع عدد مولات الأول، وبروح على الجهة اليمين وبطلع عدد مولات الثاني، وبجمع عدد المولات، بصير عندي ان توتال. بطلع عدد مولات الاول، وبتذكر طلعت انا عدد مولات الاول طلع معي كانه هيك 0.69، ولما طلعت هاي عدد مولاته على نفس القانون هاي اللي بدي احط لك اياه هون طلع معي 0.34 مول، هاي مول. لما بجمع هون بدي احطها، بديش اخربطك، لما بجمع عدد المولات اللي هو الان توتال، الان توتال يساوي ان 1 زائد ان 2، طلع معاي كانه اذا بتذكره اللهم صل سيدنا محمد 1.03 كانه مول. طلعت الان توتال كلي الان بعد ما فتحت. برجع انا بدي اكمل هون، باجي بقول بي في يساوي ان في ار في تي، البي مجهول، الفوليوم النهائي بجمعهم 2.12، والان اللي هي ان 1 زائد ان 2، الار عندك، والتمبرتشر 45 زائد 273 اللي هي 318، تطلع الاجابه عندك 2.25 اتموسفير. في حدا مش مستوعب؟ الطريقه الاولى اسهل دكتور، اللي بدكم اياه كثير. في ناس قالوا لي الاولى ما عرفناش، روح لنا على الثاني. زميلتكم حلته وطلع معها نفس الاجابه. يجوز انك تحل بهاي الطريقه، ويجوز انك تحل بهاي الطريقه، والجوابين صحيح. لانه شو في بعض الطلاب بيقولوا لي طب دكتور درجه حراره ليش حاطها؟ السؤال بيقول لك والله هذا السيستم عند درجه حراره 45، الحراره ثابته، ممكن تستخدمها الطريقه الاولى ما بنحتاجها. الطريقه الاولى ما بتحتاجها، نعم احسنت. طيب بسم الله. وصلت يا آية؟ وصلت يا الجميع؟ وصلت. تمام دكتور.
خلينا نروح، خليني ارجع على البارتيسيبنت مشان اشوف من اللي رافع ايده واشوف. رهف تفضلي. اه دكتور، انا عندي تعليق وعندي سؤال. نعم. حبلش بالاول والتعليق عشان بخصوص المحاضرات. تفضلي. هلا لسه ما حضرت الثالثه بس حضرت الثانيه، وانتبهت انه لما فتحت الكاميرا كان كثير صراحه المحاضره كثير احسن يعني ركزت فيها وهيك. وانا ما بدي يعني اكون عبء او هيك، بس قصدي انه اذا بصير انك تصير تسجل محاضرات بكاميرا مفتوحه صراحه بيكون كثير احسن يعني. ممكن، ما هو انا بين مرات الثلاجه بتكون وراي، مرات بتكون فباجي بقول مش مشكله يعني الا اني احط لي شرشف، بس تكرم ان شاء الله رب العالمين بالهاي الامور ان شاء الله رب العالمين. انا بحاول دائما، بعرف مرات بطلع هيك ومرات بطلع هيك، بس ان شاء الله رب العالمين انه انا احاول باذن الله. تكرم يا رب. انا قلت اني اكون احكي هيك زياده بس انه لا 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 اكيد لا لا. وجهه نظر الله يسعدك، تكرم ان شاء الله رب العالمين. السؤال الثاني. بخصوص السؤال، هلا في المحاضره الاولى عن تشارلز لو. نعم. حكيت انه v1 على t1 تساوي v2 على t2 بتساوي b constant. وش تساوي يعني لما بكون الضغط كونستنت b constant ثابت؟ هل هي بتساويها يعني؟ لا لا مش بتساويها. يستخدم هذا القانون عندما يكون الضغط ثابت. تمام. وصل؟ وصل. تمام. طيب بتول تفضلي. يعطيك العافية دكتور. عافيكي. هس أنا كنت بس قبل شوي بدي أسألك عن نفس السؤال، فبس نبدأ الجواب النهائي. وشكرا أخذته. وغير هيك في السؤال الأخير دكتور، إنه أنا كان بيطلع معي نفس أجوبتك بس إنه بتختلف أشياء بسيطة. آخر سؤال. مثلا اللي هو أنا عارف شو قصدك. استني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد. أيوة بالضبط. أيوة. خليني أعمل أول شيء كلير هون للي أنا كاتبه. طيب. أنا طلع معي 6.13. شو طلع معك؟ أنا 6.7. 6.7. لا لا لا. والثاني شو طلع معك؟ الثاني بالضبط نفس عندك. طيب ليش طلع معك الأول 6.7؟ ما بعرف. والأخير طلع معي 9.6. لا لا لا، ما هو إذا 9.06 ولا 9.6. لا لا 9.6. لا ما طلع معي. لا برضو لا. طيب اسمعوني، إن سألت عنه هذا السؤال كثير. هذا السؤال، في عندي سيستم في أكسجين وفي هيليوم. الأكسجين معطيني معطيات إله، حجم ودرجة حرارة وضغط، والهيليوم معطيني نفس الإشي. هذول الغازين الاثنين عملوا لهم بمب، ضغطوهن ودوهن على تانك جديد حجمه 85. شو بحكي لك؟ كم الضغط لما ودوه على 85؟ وكم ضغط الهيليوم لما ودوه على 85؟ وكم الضغط الكلي لما ودوه على 85؟ معناته على 85 معناته بدي أطلع أنا الضغط الأكسجين على 85. اطلعوا لي هون هذول الثلاث معطيات، هذول اللي عندك اللي هون شايفينهم، شو بطلع منهم؟ عدد المولات. أحسنت أحسنت، طلعنا عدد المولات. والمعطيات الثانية للهيليوم شو بطلع؟ برضو عدد المولات. أحسنت. وقف. لما بتطلع بالجزئية الأولى عدد المولات عن طريق BV يساوي NRT، طلعت عدد المولات، شو ارجع احكي؟ ارجع احكي BV يساوي NRT، عوض البي الآن مجهولة، الفي شو بتحط الفي؟ لأنه الآن أنا بدي الجديدة، شو بتحط؟ أحط التانك 5.81. والN اللي طلعتها، الR عندك التمبرتشر 298، تطلع معك تماماً 6.13. يعني الهدف فقط من المعطيات اللي عندي لحساب عدد المولات الابتدائي، ومن ثم الرجوع إلى قانون الغازات المثالي بوضع عدد المولات اللي طلعناه والحجم الكلي اللي هو 5.81، بيطلع معك للأكسجين 6.13، بنفس الطريقة للهيليوم بيطلع معك 2.93، اجمعيهن اثنين بيطلع معك 9.06. هسه دكتور أنا عملت كل إشي حكيت لي عنه ونفس الخطوات كلها اللي بتحكيها، بس إنه أنا الأكسجين طلع معي عدد المولات إله 1.6، فبجوز هو اللي ملخبطة. خليكي أنا بدي مشان أنا وياك، يا خليكي BVNRT BV يساوي NRT NRT، خليكي معي والله إذا سمحتي. تمام.
هو المفروض يطلع 1.46. خليكي معي إذا سمحتي، مش مشكلة. هاي البي 1.3، أنا قدامك أنا قاعد بحل. ضرب 20 27.4 وتساوي تقسيم في 298 بيطلع معك 1.46. يعني هو اللي لخبطت فيه. اتأكدي منها. ماشي يا بتول. تمام، هيك كلياته بيطلع صح زي عندك. أيوة بإذن الله. تمام. يعافيكي. أحمد مراد تفضل. يعطيك العافية دكتور. حبيبي يا أحمد. في السلايد 5. سلايد 5 أيام منهن 5 بوينت قديش؟ لا لا سلايد رقمها 5 الصفحة 5. 5 طيب خليني أرجع هون. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي. فيها السؤال الثاني. هاي الرقم مش منطقي الرقم. أيالي مش منطقي. الإجابة الأخيرة بالباس. خلينا نجرب. معقول أنا بجوز أنا مخربط والله ما أظن. الشاي 2.5 ضرب. بسم الله. طيب اسمعني، انا عارف شو اللي انت خربطك. هاي شايفه هاي الفاصله العشريه. هاي احمد مش فاصلها، يعني هون 101.01.325 لو حاط لك نقطه بتكون فاصله عشريه، يعني هذا كامل 101.03.25. اها بيطلع بيطلع الاجابه صح. اوكي. هاي فاصله مش عشريه، مش بوينت. وصل. تمام حبيبي يا احمد. طيب عشان الالف دكتور الفاصل بتكون انه 100000 ايش زي هيك. ايوه 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 تمام. قبل الفاصله هذا عشان الالف. فاهم يا مرتضى. فاهم الالف يعني. تسلم. وصل يا مرتضى. وصل حبيبي. تسلم. طيب سيف تفضل. يعطيك العافيه دكتور. عافيك. ضبط لي ضبط ضبط المايك ضبط ضبط ضبط. ارجع يا سيف اشوف. لا 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 ضبط لي النهاية. رغد تفضلي. ضبط لك دكتور. تمام احكي يا سيف. دكتور ممكن بس ترجع على سيكشن 5.3. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هاي هون وين بدك؟ اللي جوابه 696. شو ماله؟ نعجكت انا انو درجه حراره المطلوب ان اطلعها، الاولى ولا الثانيه؟ سيف هاي كمان نفس الشيء. بدي احكي لكم شغله، مش انت دائما لما بتشوف يقول لك اتوت تمبرتشر يعني تي 1، لانه انا بقدر السؤال اقول عندي 121 ب 27 ب 1.5 بكذا شو درجه الحراره؟ بتقول هو بده تي 2. طلع السؤال، انا معطيك معطيات حجم ودرجه حراره وضغط، معناته منطقيا هذول كلهن بي 1 في 1 وتي 1، ومعطيك 293 1.4 بي 2 في 2، معناته انا بدي تي 2. تمام دكتور شكرا لك. ولا يهمك. احكي يا رغد. يعطيك العافيه دكتور. دكتور هلا في السؤال اللي قبل انا طلع معي عدد المولات الاولى. وين؟ السؤال اللي هي بتطلع إجابته 9.6. اللي بعد سؤال الهيليوم والأكسجين. ها؟ طيب دكتور أنا مشيت على الخطوات يعني بالضبط. بس أنا طلع معي الأولى 6.14 والثانية طلعت معي 2.94، فالإجابة النهائية اختلفت، طلعت عندي 9.8%. الله يسعدك يا رغد. ما فيش مش خلاف بينه وبينك العشر، بس مش 6.7 مثلا. هاي بيكون انت بالتقريب، بس اكيد مش راح اجيب لك بالامتحان 6.13 6.14 واقول لك يا رغد مين هي الصح. فهمتي؟ يعني بالتقريب انا
انا وطريقه انا بقرب شوي انت كذا لاني بتبع السيجنيفيكانت فيجرز مشان لانه سالوني عنها بس 6 و13 و6 و14 انا وياك جيران يعني ما فيش مشكله يعني ما بتفرق دكتور لا لا ما بتفرق لا ما بتفرق تمام دكتور ولا يهمك اي ناديه يعطيك العافيه دكتور عافيك عندي اخر سؤال طيب هو السؤال انه بس يبرد الغاز شو بيصير طيب اعطيك بدي اعطيك الصافي ها بدي اعطيك الصافي لنادية نادية سكري المايك طيب لنادية وللشعبة كلها اسمعوني لما بحكي تسخين تبريد الضغط ولا تدخله بالدنيا لأني لا بضغط ولا بخفف ضغط ولا بزيد ضغط بردنا سخنا روع الحجم لا تروح لي على السوائل زي ما بقى صار الطلاب يسألوني عن غاز بحكي بردنا غاز حجم بقل سخنا غاز حجم بكبر خلصنا وصلت يا نادية وصلت دكتور بس أنا مش هيك سؤالي أنا سؤالي إنه هسا إحنا أخذنا قانون بويل إنه الكل إنه ضغط والحجم علاقة عكسية هسا إحنا ما قللنا درجة الحرارة ازداد الحجم مش طبيعي إنه ضغط يزداد عيدي إيش هسا إحنا لما حكينا انه ال ما انا ما جبت سير الضغط ضغط ثابت سيلي بويل او اللي بتحكي عنه انا قاعد بحكي تسخين وتبريد بضغط ثابت تمام وصل تمام طيب العافيه يعافيك طيب احمد بدك تحكي شيء دكتور بطلع نفس السؤال السؤال حكى شو اللي حيصير إذا بردنا الغاز بس صح؟ نعم no. فيش أي محتويات ثانية نعم no. طيب مش ممكن الفوليوم أو البريجر يتغيروا؟ أنت أحمد اسمعني نعم ببرد بسخن علاقة حجم ما بحكي قاعد ضغطنا غاز ولا سوين أو جينا حكينا الحجم الغاز قل نتيجة شو حجم الغاز كذا نتيجة شو أنا بحكي عن ضغط ثابت وبحكي إنه أنا بردت معناته حجم صغير سخنت حجم كبير بس وينهي ما هو ما عندي بالمعطيات انه الضغط ثابت انا قصدي مثلا لو في عندنا وعاء معين كونتينر مغلق الان بتصير علاقه عكسيه زي ما حكيت قبل شوي زميلتك بس ما بدي ادخل بهاي التفاصيل بردنا بيروح بيقل الضغط والله معك والله يا احمد معك والله اني معك طب شو فكره السؤال انا هيك فاهمها فكره السؤال انه كانه احنا هرمي طبعا بيجيش مثله بس انا بحب احكي انه دائما يعني انا قاعد بحكي انه انا في عندي غاز والغاز تم تبريده شو بتتوقع بعطي احسن اكسبلينيشن له احسن توضيح له انه شو بصير بالبرشر ولا شو بصير انا بحكي عن تبريد وتسخين بحكيش عن ضغط ما بحكي والله انه أنا لو باجي بجيب تصير الضغط وجينا ضغطنا وبعد ما بردنا شو بصير تختلف فالفكره انه شو احسن وصف انه لما انه شو او توضيح انه لما بنبرد احنا الحجم الغاز بقل بس بشكل بسيط أوك. حبيبي دكتور يعطيك العافية يا معتصم المحاضرة مسجلة مزبوط راح تنزل ولا لا أكيد لا عاد أكيد لأنه صراحة أنا لسه أنا ما درست دالتون ففكر أنه أنا ما أدرس أرجع أحضرها عشان لعيوني لعيوني راح تنزل يسعدك حبيبي طيب مين عنده أي استفسار ثاني بدك تحكي شيء يا ديمة؟ بس دكتور بدي بالنسبة للبي دي اف للمحاضرة الثالثة ما نزل على المنصة المحاضرة الثالثة؟ أنا والله ما نزلته لأنه أنا جبت أكم من سلايد من شفته الباور بوينت اللي سحبته أنا؟ جبت منه أكم من سلايد مش موجود هون وحكيت كلام يعني ما بتهنش يعني بدي أروح أنتقيهن وأحطهن بقدر بدي اروح ارجع اطلع الباور بوينت هن اكمل يعني انا هي بالمحاضره الثالثه اذا بتطلعوا عليها واللي شافها هو قاعد اعاده للي هون انشرح وفي جزئيه بسيطه مش بس هي زياده مزبوط بس بسلامتك خلص يعطيك العافيه دكتور الان نزلت المحاضره الثالثه كانها عن محاضره الان يوم الثلاثاء بكره شو هو الاثنين ثلاثة انتوا محاضرتكم اليوم الاثنين
اليوم ايش اليوم؟ اليوم الاثنين. اليوم الاثنين بكره الثلاثاء دكتور. محاضرتنا الاربعاء. اثنين اربعاء يوم الاربعاء يوم الثلاثاء بالليل. بنزل الثيرموكيمستري ك بي دي اف وبنزل اول محاضره مسجله لها. لا تروح عمرك الان الثيرموكيمستري انا منزلها حاطه ان ببلش. اذا بتروح على الملفات بتشوفها بصير في عندك خلل. لا تروحش على الملفات بتضيع بكل محاضراتك. بتروح انا بدي واحد فاتح من اللي عندي من طلابي عنده المنصه بالعربي المودولز بالعربي شو مكتوب؟ ملفات. ملفات دكتور. لا مش ملفات. الوحدات. الوحدات ايوه الله يسعدك موسى اللي حكيت انت. في عندك بالعربي اسمها الوحدات وليس الملفات. ولا مادة تخطر على بالك تفتحها اسمها ملفات. روح على الوحدات خذ الصافي من الوحدات. واعتصم سكر المايك يا حبيبي. وصلت يا جماعة اسمها الوحدات. لا تروح على الملفات بتضيع. لا بتعرف التاريخ لا بتعرف كذا. بتفوت على ماديتك روح على الوحدات على المودولز بتشوف كل شيء. طيب في أحد عنده أي استفسار ثاني قبل ما أنهي محاضرتي؟ يا حسام. دكتور يعني هسه المحاضرة تبعت اللي نزلتها مبارح لليوم هاي من الشابتر خمسة تالي تالي إيه؟ يعني البواقي منه. واللي راح تنزلها الأربعة شابتر جديد. أحسنت. تمام. وصل؟ تمام. الله يسعدك. يا بتول. دكتور كان في طالبة تسأل عن السلايدات اللي نزلتهم قبل، في أسئلة غير هذول عادي لو حليتهم هيك إشي؟ فهو في سلايدات إنه كان عليهم أسئلة مشان نحلهم كمان؟ لا والله ما في. نهاية ما هو أنا بجيب من أكثر من مرجع. أسئلة السنوات هي التي تفيدها بقدر حد. أنت بتوقع بتقدر تصلي للمكتبات اللي قبال الجامعة صح؟ اللي قبل. لا أنا في عمان مش جامعة. طيب الجامعة الأردنية جامعة أي جامعة بتقري كيمياء بتلاقوا عندها أسئلة سنوات. يعني أسئلة سنوات عادية مش إنه ما بتهاش بتهاش شيء بتهاش شيء. خلاص تمام ولا يهمك. مين حد أستاذ ترى على الإنترنت موجود. أنا نزلت أسئلة السنوات بدون جامعة ولا إيش. طيب تقدروا تدوروا بتشوفوا بتلاقوا كثير بتلاقوا. طيب هيك تمام الأمور. كل إشي تمام دكتور. بإذن الله رب العالمين. بشكركم جميعا على الحضور. خليني أطلع آخر شيء على الشات شو هون. الدكتور اليوم بتنزل محاضرة على المنصة أي يا هاجر قصدك محاضرة؟ إذا محاضرة المناقشة هلا برفعها وبرفعها مباشرة مناقشة لكم. بسم الله. حلوا اللي انتم بدكم اياه اي شيء وانا جاهز وبنقدر انه احنا نحل مع بعض. ماشي يا جماعه. احب شو يا احمد محاضره الاربعاء؟ لا بدي خلص الاثنين الجاي بشوفكم ان شاء الله باذن الله. حدا عنده اي استفسار ثاني يا جماعه؟ طيب الله يعطيكم العافيه جميعا وبشكركم جميعا على الحضور. محاضره رائعه. الناس دارسه الناس شايفه وهذا كثير 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 كويس وراح تشوف نتائجه بأثناء ما بتصل الامتحان. قبل ما أنهي إسراء بدك شيء؟ دكتور يعطيك العافية. عافيكي. بدي أسألك هسا ممكن تجيب لنا إنه سؤال رسم بياني ونطلع من خلاله البيانات؟ لا غلبة مش داعي. لا تمام خلاص يعطيك العافية دكتور. ولا يهمك. طيب خلينا نعمل ستوب شيرينج والآن إن شاء الله رب العالمين بحملها مباشرة وبتشوفوها بعد شوي على المنصة نازلة بإذن الله. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك دكتور. أهلا وسهلا. الله يعافيك دكتور.